من عمر افندي لست ميداليات في بار اولمبياد باريس. البعثة المصرية البارالمبية حصدت 6 ميداليات حتى الآن، ميداليتين ذهب وزيهم فضة وبرونز، و5 في رفع الأثقال، و1 في كرة الطائرة جلوس. ألف مبروك، يعني عاملين شغل حلو. أكيد حاجة كويسة جدا. من الترندات الحلوة إن يبقى فيه 6 ميداليات دول موجودين، ويعني فبيدونا أمل إن إحنا معانا ناس مهمة تستاهل إن إحنا نبارك لها ونهنيها من قلوبنا. وكنا متابعين أخبارهم لحظة بلحظة. البعثة المصرية لما تحصد 6 ميداليات حتى الآن في باريس، منهم 2 ذهب وزيهم فضة وبرونز في رفع الأثقال وفي كرة الطايرة، محمد المنياوي أخد الميدالية الذهبية في رفع الأثقال، ورحاب أحمد أخدت الميدالية الذهبية في رفع الأثقال برضو، وفاطمة محروس ميدالية فضية. بنبارك لهم جميعا، ومحمد صبحي كمان أخد ميدالية فضية.